غصب عليك اتبع على حظي همطي الحق لك لو بالهجر تنفي. غنتها أحلام وهبي وكلماتها صارت مختصر مفيد لحال بعض الجهات من وصلتها معلومات عن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وإقامته بوحدة من دول الجوار واستخدام أراضيها لتمويل أحزاب وحركات حديثة في التشكيل. هدفه هو الدخول على خط السياسة من شباك المعارضة بشلون وليش؟ هسه نعرف. المعلومات عن رئيس الحكومة السابق أبو هيا وصلتنا بعد أكثر من 8 أشهر على مغادرة المنصب اللي استمر بقيادة لمجلس الوزراء لمدة سنتين استجلت فيها أحداث وخلافات عبرت مرحلة الخطر ودخلت البلاد حالة الإنذار جيم بهواية من المواقف أبرزها هي معركة الخضراء قبل شهرين من نهاية حكمه اللي انتهت من سحاب التيار الصدري من البوابات بعد أقل من 24 ساعة على مواجهات مسلحة استخدمت بها أنواع الأسلحة. وبيومها رئيس الوزراء كان بسفرة خارجية محطتها مصر وقبل اقتحام فصيل مسلح للمنطقة الخضراء ومحاصرة منزله والسبب اعتقال عناصر من الفصيل بتهمة إطلاق الصواريخ على المنطقة الدولية المحصنة. لكن القضية انختمت بالإفراج عن المعتقلين وسحق صور أبو هيا. بس دقيقة، العصفورة نقلت معلومات من مكان إقامة رئيس الوزراء السابق واللي حددتها بدولة جارة لأن أبو هيا محصل إقامة 5 نجوم وبقصر بعد بمرحلة الإنجاز على أرض مساحتها يمكن 6 دوانم يعني بحساب العرب 15,000 متر. منين وشلون؟ الله أعلم. لكن القصة بعدها بأولها وسيد الكاظمي طموحات السياسية ارتفعت منسوبها بعلاقات مفتوحة طرفها الثاني أحزاب محظورة من العملية السياسية والتعامل وياها بالداخل شمل قانون التجريم لأن الحزب المحظور كان بالسابق يقود النظام السياسي قبل التغيير يعني مغرب خرب. بس معلومات العصفورة تفاصيلها بها هواية مفاجآت لأن رئيس الوزراء السابق فتح خط لتمويل جهة سياسية بالداخل حديثة التشكيل وترفع شعار المعارضة بعنوان الجماعة. صحيح اكو أطراف بالجماعة من وصلتهم تساؤلات عن علاقة أبو هيا بتنظيمهم ردوا عليها وقالوا اتصالات شخصية، لكن السالفة أكبر لأن السيد الكاظمي مخصص ميزانية لتمويل الجماعة بعنوان لقمة هنية تكفي 100. هنا بعض الجهات الموثوقة سلمتنا معلومة تقول رئيس الوزراء السابق مكلف الفريق أحمد أبو رغيف رئيس لجنة الأمر الديواني 29 بأيام حكومته بالإشراف المباشر على الجماعة وتزويدهم بالتوجيهات والتعليمات لأن أبو هيا مشغول هالأيام بخارطة بناء قصر جديد والسيد أبو رغيف متفرغ بعد خروجه بكفالة من السجن. هاي كلها بصفحة وقصة الانفتاح العربي بصفحة لأن أكو جهات تسجل إنجاز حكومة الكاظمي. لكن إذا رجعنا بالتاريخ نشوف خطوات الأولى من حكومة السيد حيدر العبادي واستمرت بحكومة عادل عبد المهدي وبحكومة محمد الشيع السوداني الأمور صار عليها تطورات وآخرها زيارة أبو مصطفى للقاهرة. بزيارة أمير قطر تميم بن حمد للعاصمة بغداد المقررة يوم غدا الخميس يمكن بها رسائل أهدافها بعيدة يعني تحركات أبو هيا والمعلومات عن علاقته واستثمارها بدعم بعض الجماعات بالداخل يراد لها تحركات رسمية تكشف أسبابها وشرعية تمويلها. حتى بعدها نقعد على درب اليمرون ونسمع ما أطبع عليك أطبع على حظي همطي الحق لك لو بالهجر تنفي.